السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي، حياكم الله. معكم أخوكم الدكتور علي القاسم. المعلومات اللي راح أشاركها معكم في هذا الفيديو مش عن العسل اللي بنشتريه من السوبر ماركت، لأنه هذا المكونات تبعته والسكريات والكربوهيدرات والأمور اللي فيه تختلف عن العسل الطبيعي، لأنهم أولا يقوموا بعملية التسخين على درجات حرارة عالية حتى يسهل مرور العسل في الأنابيب في الماكينات أثناء التعبئة، وهذا بحد ذاته بيحول السكريات المعقدة إلى سكريات بسيطة، وهذا مش بس بيرفع السكر أو نسبة السكر اللي موجودة في هذا العلبة، لكن ايضا بيغير وبيرفع المؤشر الجلايسيمي. العسل اللي بتكلم عنه في هاي الحلقه هو العسل الخام، يعني اللي ما دخل مصنع واللي انت جايبه من مصدر موثوق على انه عسل طبيعي. وفي هذه الحلقه اجيب على السؤال: هل يصلح العسل للناس اللي دمها زي العسل للسكريين؟ هل يصلح ام لا يصلح؟ ولنرى معا ان شاء الله هل هو افضل من السكر للناس اللي دمهم زي العسل. عادة أنا بحسب كل شيء على 100 غرام، لكن هذا الوضع مختلف الآن لأن الواحد ما راح يأكل 100 غرام من العسل، مع أنه في ناس بتأكل منه 100 غرام. راح نتحدث عن مقياس آخر ألا وهو ملعقة الطعام. المقياس اللي بنحكي عنه ملعقة الطعام اللي فيها تقريبا من 20 إلى 21 غرام من العسل. فالكميات اللي راح أذكرها من الكربوهيدرات والألياف وكل هاي الأمور بتكون في الملعقة الواحدة، ملعقة الطعام الكبيرة اللي فيها من 20 إلى 21 غرام من العسل. للي بيهتموا بالسعرات الحرارية، هاي سعراتها الحرارية 64، المؤشر الجلايسيمي 59 وهو يعد مرتفع. من ال 20 غرام فيها 17 غرام كربوهيدرات، وبالنسبة للألياف كمية لا تذكر 0.04، يعني كمية شبه معدومة. بالنسبة للنشا اللي هو الستارش تقريبا نفس الشيء 0.04، يعني الملعقة الواحدة فيها 17 غرام سكر، يعني تقريبا 3 مكعبات ونصف من السكر. وكمية السكر اللي موجودة في هاي الملعقة هي من 5 أنواع من السكر، فيها 0.2 من السكروز اللي هو عبارة عن خليط من الجلوكوز والفركتوز وموجود أيضا في سكر القصب، فيها تقريبا 0.2 غرام، فيها مالتوز 0.3، وفيها 0.5 جالاكتوز. نسبة الجلوكوز اللي موجودة في الملعقة هو 7.5 غرام من الجلوكوز، وفيها 8.5 غرام فركتوز. فشو رأيكم أنتوا، هل يصلح العسل لمريض السكري ولا لا يصلح بالدليل العلمي وهي المواد اللي فيها؟ هل يصلح ولا لا يصلح؟ شو رأيكم؟ أنا أقول الإنسان اللي عنده سكري لا يصلح نهائيا، والإنسان اللي ما عنده سكري إذا استمر على تناول العسل بكميات كبيرة في يوم من الأيام لا قدر الله راح يجيك مقاومة إنسولين ويجيك السكري. شفت ناس في الإنترنت بتقول لك لا العسل ممتاز، العسل كذا بيخفض السكري، بيحافظ لك على نسبة السكر في الدم، وهلم جرة. عشان تتأكد إنه برفع لك السكر ولا لا، ما عليك إلا هذا العمل البسيط، ما عليك إلا أنك تأخذ ملعقة عسل واحدة، بس ملعقة عسل واحدة، وتفحص بعد نص ساعة، بعد 30 دقيقة بالضبط افحص. بالنسبة لي أنا هاي اللي بقول لك، إذا كان القياس عندك قبل ما تأخذه 5 راح يصير 8، يعني إذا كان 90 راح يصير 140 بعد 30 دقيقة، وافحص بنفسك وشوف هل يرفع لك السكر ولا لا بنفس المقدار اللي قلته أم لا. إخواني وأخواتي، لي رجائين يا ريت ما تفشلوني فيهم. الرجاء الأول أنه تدعمونا بالقناة الأجنبية، يعني ما عليك إلا أنه أنت تضغط على الرابط اللي موجود في أول تعليق من هذا الفيديو وتشاهد الفيديو اللي هو أقل من 3 دقائق، وتورجيني يعني وتثبت لي أنه أنا بستاهل 3 دقائق من وقتك، لأنه خوارزميات اليوتيوب لا يمكن تتعرف على القناة وتنشرها إلا إذا كان عليها مشاهدات. فياريت تساعدوني في هاي القناة الأجنبية، مش شرط أنك تشترك، فقط شاهد هذا الفيديو للنهاية اللي هو تقريبا أقل من 3 دقائق. مشكورين مقدما. والرجاء الثاني، يا ريت تبحث في القناة قبل ما تسأل السؤال، لأنه كثير أسئلة حول المواضيع اللي المفروض أرد عليها موجودة في القناة. فيعني تغلب معاي شوية وابحث في القناة، أو على الأقل حط في اليوتيوب الدكتور علي القاسم مثلا الخبز، الدكتور علي القاسم الحمص، الدكتور كذا، بس اذكر الموضوع بتلاقي أنه الفيديو موجود. إذا ما كان موجود بإذن الله راح أرد عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. إخواني وأخواتي، أنا قلت أكثر من مرة أنه الجسم لا يفرق بين أنواع السكر، يعني هذا لاكتوز جاني من الحليب، أو جلوكوز جاني من الكولا أو من الأمور الثانية والمشروبات الأخرى، أو فركتوز جاني من العصائر ومن الفواكه، أو كل أنواع السكر اللي ذكرتها اللي موجودة في العسل. الجسم ما بيفرق، بغض النظر عن نوع السكر، أول ما يدخل لفمنا بيجي أمر من الدماغ إلى البنكرياس أعطيني إنسولين. أنا إجاني سكر أعطيني إنسولين، وبتبدأ الخربطة، يطلع وينزل، طالع نازل، طالع نازل. الجسم ما بيميز، فما بيكون السكر منتظم على نفس النظام، ما بيميز، دخل لي سكر أعطيني أنسولين. فالسكر، المحليات الطبيعية، المحليات الصناعية، وحتى العسل راح ترفع لك السكر، مهما عملت راح ترفع لك
السكر. واللي ما عنده سكري اذا ما كان انسان عمله شاق وبيلعب رياضه والامور هاي راح يجي مقاومه الانسولين اللي راح تؤدي الى اصابتك او اصابتك لا قدر الله بالسكر. هذا الارتفاع المفاجئ دائما يعني دائما يرتفع وينزل ويطلع ينزل، هذا بيحفز الكبد على انه ينتج اكثر ايش دهون ثلاثيه. ليش الدهون الثلاثيه بينتجها الكبد؟ عشان ايش؟ عشان تخزن السكر الزياده على شكل دهون، ولما تكثر وتزداد عن حدها شو بيصير؟ بيصير عند الإنسان دهون ثلاثية مرتفعة وبنصير نشكي من باقي الأمراض، مشاكل في الكبد، سمنة، ضغط الدم المرتفع، ومشاكل في القلب. عشان هيك إخواني وأخواتي، كل إنسان دمه زي العسل، أنا بقول لك أنت أصلا دمك زي العسل، ففكر قبل أن تتناول. وما في مانع إذا بدك مرة واحدة في الأسبوع تحلي نفسك بملعقة صغيرة من العسل، ما فيها مانع، يعني راح ترفع لك السكر شوي، بس ما نعملها عادة، لأنه أنا بعرف ناس كثير أول ما نقول العسل ها مسموح شو بيسوي؟ بيصير كل يوم يشرب 5-6 كاسات شاي وكل واحدة عليهم ملعقة عسل أو ملعقتين عسل كبيرة أو صغيرة. فبقول ممكن إنك تأخذ مرة في الأسبوع، ولازم تنتبه وتعرف إنه هذا راح يرفع لك السكر وراح يعمل السكر عندك مذبذب يعني طالع نازل. بالنسبة للآية الكريمة وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، اللي راح نركز عليه في هذه الآية الكريمة يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فهل الذي يخرج من بطونها هو العسل ولا في أمور أخرى؟ هذا إن شاء الله راح يكون في حلقة مستقلة عن المواد اللي بنتجها النحل وشو بتفيد أجسامنا. وبلا شك العسل مليء بالفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة والأنزيمات أكيد، وإله فوائد عديدة. عشان هيك راح يكون في حلقة مستقلة عن مكونات وفوائد العسل. الإنسان بطبيعته بحب كل شيء حلو، كل شيء حلو المذاق الإنسان بحبه وبستمتع وبيكون مبسوط إذا أكل أي شيء فيه سكر. ليه؟ لأنه هذا برفع هرمون الدوبامين، هرمون السعادة والفرح. لكن إخواني وأخواتي لا ننسى العواقب اللي تأتينا من كثر تناول السكر والحلويات وهاي الأمور. وسؤالي لك ولك، متى ستبدأ بتحدي السكري؟ متى ستطلق هذا الأسد اللي محبوس بداخلك عشان يحررك وريحك من كل المشاكل الصحية اللي عندك؟ متى؟ أود أن أشكر جميع أبطال عائلتنا متحدي وقاهري السكري، أشكركم من أعماق قلبي، وأشكر أيضا كل من سينضم إن شاء الله. اللي بيشاهدني لأول مرة معكم أخوكم الدكتور علي القاسم، وإذا حاب تتعرف علي أكثر ففيديو التعريف عني موجود في صندوق الوصف، وإذا حاب تعرف شو رح تستفيد من هذه القناة شاهد هذا الفيديو. في هذه القناة إن شاء الله رح تتعلم تقريبا كل ما يخص السكري وكل ما يخص الدهون الثلاثية وكل ما يخص ضغط الدم وكل ما يتعلق بالسمنة. اكتشفت أنه عندي سكري بالصدفة في سنة 2007، بدأت أخذ أدوية في 2011، وفي 2017 انتهى في الأمر أنه أخذ 4 أنواع أدوية، وكان فحص التراكمي عندي 10.7 مع 4 أنواع الأدوية بسبب عدم التزامي بحمية معينة وما بديرش بالي على الأكل. فقررت ترك الأدوية، وتقريبا درست كل شيء يؤكل، كل شيء بتناوله وباكله درسته دراسة وافية. هدف القناة بشكل عام هو أنه نعطيك منظور ومفهوم صحيح للصحة بشكل عام، وبنركز أكثر على السكري وضغط الدم والكوليسترول. هذا المنظور والمفهوم الصحيح راح يخليك أو يجعلك تتخذ إجراءات وبعض التغييرات الصحية الطبيعية اللي بتدوم مدى الحياة. وساعة ما تعرف هاي الأمور راح تبدأ تبحث عن أشياء جديدة وعن أمور صحية جديدة إلك ولصحتك، وستتخذ قرار بأنه أنت تتحكم في جسمك مش جسمك يتحكم فيك. راح تعرف وتفهم مدى قدرات وروعة جسمك. ليس فقط سوف تتعلم كيفية احتمال إضافة سنوات إلى حياتك، الأهم أنه أنت إن شاء الله راح تتعلم كيفية إضافة المزيد من الحياة إلى سنواتك. ستتعلم إن شاء الله كل ما يخص السكري وتقريبا كل شيء يؤكل ومعلومات مفصلة عنه. فإذا كانت صحتك مهمة بالنسبة إليك وبدك تبتعد عن السكري وتبتعد عن ضغط الدم وتبتعد عن السمنة والدهون الثلاثية وما شابه ذلك وتصبح طبيب نفسك، نصيحتي أن تشترك في هذه القناة، وبإذن الله ما راح تندم، راح تتعلم أشياء كثيرة إن شاء الله سبحانه وتعالى. وما تنسى تفعل الجرس حتى ما يفوتك أي فيديو، لأنه ممكن يكون تغيير حياتك في هذا الفيديو أو أنه يكون إجابة على سؤالك وحل لمشكلتك. وما ننسى إخواني وأخواتي أنه مش المهم شو راح نستفيد من مشاهدة فيديو أو قراءة كتاب، الأهم شو راح يفوتنا إذا ما بنشاهد. أشكركم جدا على الحضور والمشاهدة، وأراكم في القمة إن شاء الله وبصحة وسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.